قال الامهات في رمضان كمل الفيديو للاخر ما تنساش تعمل لايك ومتابعه حركه الاكسبلودر. ودي احمد انزل هات لي سكه عشان المواعيد. انا صايم يا ماما. فتنزل بقى يا احمد. حاضر يا ماما. خدي بقى يا ماما ومش عايز وجع دماغ، انا صايم وفي رمضان. قولي انا مش فاضيالك. الله يسامحك كده يا ابني. يا احمد رمضان. ودي يا احمد انزل جد دماغك. طب وعهد ربنا دي اخر مره. لا يلا تعالى على نفسك وانزل. خد اهو يا ماما بقى وما تقوليش على حاجه تانيه علشان انا صايم. انا مش عايزاك.